الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حياتنا أكيد راح نسلط الضوء على الكثير من المواضيع خلال حلقة اليوم وبداية هذه الحلقة أحب أمسي وأرحب بأخوي فيصل مساك الله بالخير مساء السعادة والرضا <applause> والعافية والنور يا عبد الله أكيد مسي على سادة المشاهدين بكل خير نقول لكم حياكم الله في هذه الحلقه الجديده من برنامج حياتنا واللي يواكب جميع ما يحدث في حياتنا وبالتحديد في دولتنا الحبيبه قطر من فعاليات وانشطه وامور تخص المجتمع من مواطنين وايضا مقيمين دائما نتكلم عن الفعاليات فيصل امس كان افتتاح درب الساعي ودرب الساعي اكيد من الاماكن المميزه صراحه خلال هذه الفتره فتره الاحتفال باليوم الوطني لدولتنا الحبيبه قطر في مقر الرئيسي والرسمي في ام صلال، هذه ثاني سنه يصير في ام صلال وافتتاحها كان امس وان شاء الله راح يستمر الى 18 ديسمبر. ان شاء الله باذن الله اكيد راح يكون تلفزيون قطر ايضا حاضر مشاهدينا الكرام في ارض درب الساعي لتسليط الضوء على ما يحدث من فعاليات في هذه المنطقه وبالتحديد في درب الساعي وهذه دعوه منا نوجهها لكم. بقضاء أجمل الأوقات بالأجواء الثقافية الشعبية في درب الساعي وأيضا تعليم الاطفال ما هي العادات والتقاليد الموروث الشعبي القطري والحضور العديد من الفعاليات اكيد وافتتاح درب الساعي من الساعه 3 عندك لين الساعه 11 تقدر تروح وتزور هذا المكان اللي صراحه مكان مناسب جدا للعائله صحيح. كل العائله يروحون ويستمتعون في هذا المكان واكيد عندنا الكثير من الفعاليات والكثير من الاماكن اللي الواحد ممكن انه يزورها خلال هذه الفتره خصوصا فيصل مع تحسن الجو أكيد. والاماكن المفتوحه تقدر تروحها وتزورها. صحيح قبل يومين تم ختام بطوله الخيل جمال الخيل العالميه منتدى الدوحه اليوم كانت كان ثاني يوم واليوم الختامي لمنتدى الدوحه ايضا مهرجان المناطيد مشاهدينا الكرام ايضا راح يكون معكم مستمر طيله هذه الايام ما ما يخبر ما ما اتذكر والله امانه الى متى مستمر لكن ايضا هناك في في مجال وايضا ممكن الجميع الاطلاع على هذه الفعاليات اللي تقام في دولتنا الحبيبه قطر من خلال زياره الموقع الالكتروني لهيئه السياحه او فيزه قطر دوت كيو اي. اكيد تركب بناطيد انا صراحه اخاف من المرتفعات هي امانه تجربه مميزه خصوصا لما تشوفها انت في الدوحه وتجربها مشاهدين الكرام تطلع من منطقه تنزل في منطقه اخرى على مدار هذه الرحله اللي تستمر ممكن 20 دقيقه 45 دقيقه تمر على مناظر جميله لدولتنا الحبيبه قطر من الدوحه الحديثه على الدوحه القديمه على الفرجان على المجمعات التجاريه وغيرها فهي تجربه بحد ذاتها تخوف شوي ترفع عندك مستوى الادرينالين اوكي ايوه هذه وايضا مو بغلط ان الواحد يعيش هذه التجربه مشاهدينا الكرام هذا كان حديثنا قبل ما نبدا معاكم فقرة فقراتنا لهذا اليوم من برنامج حياتنا مثل ما عودناكم ان نستهل باهم وابرز الاخبار لهذا اليوم ومن وزاره العمل والتي اعلنت عن تطوير خدمه تصديق عقود العمل المتخصصه الكترونيا بحيث يمكن ادخال بنود تعاقديه اضافيه لعقد العمل بحسب حاجه المنشاه. وتتوفر الخدمه لشركات ذات طبيعه عمل محدده تتطلب عقود عمل خاصه تحتوي على بعض بنود تعاقديه اضافيه تناسب طبيعتها المهنيه المتخصصه، كما وتتيح الخدمه الجديده لاصحاب المنشات اضافه بنود لعقد العمل من خلال التقديم الالكتروني لتخضع للتدقيق والمراجعه من قبل موظفي وزاره العمل ومن ثم اعتماد العقد للمنشاه بما يتوافق مع قانون العمل ويشترط مشاهدينا الكرام لاتمام تصديق العقود المتخصصه ان تكون لدى الشركه بطاقه ذكيه للتحقق من هويه مسؤول المنشاه للدخول على الخدمه من خلال نظام التوثيق الوطني، وان تكون للمنشاه صلاحيه العقود المتخصصه، وان يكون ترخيص العامل المرغوب بتصديق عقده المرن على المنشاه التي تقدمت بطلب التصديق. اكيد ان شاء الله يعني البنود واضحه والقوانين واضحه لكل من حاب انه يبادر في هذا الشيء تخلي موقع وزاره العمل يعني فيصل اكسبو بدا في شهر عشرة ومستمر لين ست شهور صحيح شهر ثلاثة ايش رايك نتكلم عن اكسبو في اكسبو؟ انا بقول لك ايش في اكسبو، طبعا اللجنه إيه. المنظمه لمعرض اكسبو 2023 الدوحه للبستنه تحرص على منح النسخه الحاليه من المعرض الدولي المقام في حديقه البدع صبغه قطريه ذات هويه اسلاميه عربيه ترتبط بالتراث القطري الممتد بجذوره عبر التاريخ. وتاتي عنه اكسبو الموجوده بالمنطقه الثقافيه والجناح القطري المستقر في قلب المنطقه الدوليه بالمعرض منطلق للفعاليات التراثيه المرتبطه بالهويه القطريه الهادفه الى تعريف الاجيال الجديده بحياه الاجداد وتراثهم وثقافتهم وحياتهم اليومية أيضا مشاهدينا الكرام تقدم العنة أنشطة يومية تعتب... تعبر عن حياة الأجداد وتقدم ما يشبه المحكي لهذه الحياة بمعالمها وطقوسها ففي داخل احد الاجنحه هذه العنه يتم التعريف بالتراث البحري لقطر المتعلق بصيد اللؤلؤ وفي داخل الجناح البحري بالعنه يقدم تعريفا بانواع السفن التي كانت تستخدم في رحلات الصيد والشحن والتنقل بين قطر ومحيطها الجغرافي. ثمان اكثر يعني انت اذا رحت المنطقه الدوليه فيصل راح تشوف اكثر من ثمانين دوله، تعرف على ثقافات هذه الدول خصوصا في موضوع البستنه وموضوع المحافظه على البيئه، فهذه دعوه للزياره لاكسبو الدوحه للبستنه، عندك المنطقه العائليه للعائله، المنطقه الدوليه والمنطقه الثقافيه، الكل يروح هناك والكل يستمتع بكل الفعاليات الموجوده. اكيد ايضا يعني نذكر نقطه، المنطقه العائليه هي صحيح منطقه مخصصة للعوائل لزيارة معرض إكسبو 2023 دوحة للبستنة ولكن أيضا هناك الشركات والمؤسسات التي موجودة هي في الدولة ولها مكاتب تشغيلية وغيرها لها تواجد أيضا في المنطقة صحيح. العائلية بحيث أنها تشارك العوائل وذويهم والأطفال وذويهم من فعاليات ثقافية ورش عمل و أنشطة منوعة تخدم كافة فئات المجتمع. أكيد مشاهدينا الكرام بما أن احنا بدينا موضوعنا فيصل وتكلمنا عن درب الساعي صحيح. وأكيد مع انطلاقة درب الساعي تنطلق المحاضرات التفاعلية التي تنظمها وزارة الثقافة على المسرح الرئيسي بدرب الساعي وتحت عنوان الحق في البيئة، قدم السيد عبد الرحمن سليمان الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تناول جانبا من رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئه والاهتمام بها وجهود الدوله في اقامه ملاعب موندياليه صديقه للبيئه، وكذلك تشييدها الحدائق والمحميات البريه، علاوه على تشييدها المدن الصديقه للبيئه والذكيه على غرار مدينتي لوسيل ومشيرب. اكيد مشاهدينا الكرام عبد الله تناولت المحاضره التي قدمت للجمهور العام الجهات المسؤوله عن حمايه البيئه في الدوله ودورها في ذلك. واهم التشريعات القطريه التي تعمل على حمايه البيئه وقضايا المناخ في العالم ومواجهه التصحر بهدف حمايه البيئه والحفاظ عليها. هذه دعوه مشاهدينا الكرام نكررها لكم بامكانكم الاستمتاع باجمل الاوقات في فعاليات اللي تقام على ارض الدوله سواء كان من المناطيد مهرجان مناطيد، درب الساعي، ايضا اكسبو وغيرها من امور اخرى اكيد مشاهدينا الكرام انتقل الى خبر اخر وتقريرنا لهذا اليوم بمناسبه اليوم الوطني للدوله 2023 اكيد انطلقت فعاليات درب الساعي الذي تنظمه وزاره الثقافه بمنطقه ام صلال خلونا نتعرف على مزيد من التفاصيل عن افتتاح هذه درب الساعي امس ونرجع لكم وسط حضور جماهيري كبير رفرف الأدعم في سماء الدرب إذانا بانطلاق الفعاليات على أرض درب الساعي ووسط استعراضات الهجن والخيول إلى جانب جولة للمحمل التقليدي تعزيزا للتراث القطري الذي يجمع بين التراث البري والبحري درب الساعي اصبح عالق في اذهان جميع الاسر القطريه، كونه يرتبط ارتباط تام بالهويه القطريه، تعزيز التراث في نفوس النشء والاجيال القادمه، فهذه فرصه لجميع الاهالي لحضور فعاليات درب الساعي المتنوعه والمتاحه للجميع، والتي تعزز فيهم التراث وعاداتنا وتقاليدنا القطريه. حرصت وزاره الثقافه على ان يتضمن درب الساعي فعاليات تعبر عن التراث القطري بشقيه البري والبحري عبر الاركان والفضاءات المفتوحه التي تنقل الزائرين من المواطنين والمقيمين الى اجواء حيه تعكس البيئه القطريه القديمه تم افتتاح درب الساعي وهي الفعالية الثقافية الأكبر هنا في دولة قطر والتي تمتد لأكثر من 150 ألف متر وهذه المساحة الكبيرة تتنوع فيها العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية هذه الفعاليات تهدف إلى إدماج الثقافة والفنون في التوعية والتثقيف في ما يخص الهوية الوطنية والتراث القطري وجميع ما يرتبط باليوم الوطني نجد الفعاليات متعددة بحيث أنها تشمل جميع الفئات فئات طبعا الصغار والبالغين وفي نفس الوقت هناك برامج تعريفيه وكانت كانت لبرامج للفروسيه مثل الشقب على سبيل المثال مناطق للحرف التقليديه والتي تتنوع بين المناطق اللي خاصه بالبيت القطري او منطقه الاسواق وغيرها تتواجد العديد من الفعاليات ما يقارب 141 فعاليه متنوعه وهذه الفعاليات تتنوع في اماكن مختلفه تسمح أن يكون هناك تجربه متنوعه للتعرف على الثقافه القطريه والتراثية ايضا تعزز فعاليات درب السعي هذا العام مشاركه جميع افراد المجتمع وابراز تاريخ دوله قطر وتراثها الاصيل رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا التقرير واللي سلط الضوء على افتتاح درب الساعي ونبدا معكم اولى فقراتنا الحواريه وهذه الفقره راح تكون من نصيب جائزه الشيخ حمد الترجمه والتفاهم الدولي والتي مشاهدينا الكرام اعلنت عن انعقاد حفلها السنوي لتكريم الفائزين بمختلف فئات الدوره التاسعه وذلك غدا الثلاثاء وقد تم اختيار اللغه الاسبانيه كلغه رئيسيه ثانيه الى جانب اللغه الانجليزيه كما تم كما اختيرت اللغه البلغاريه والسنديه والصوماليه كلغات فرعيه، اكيد للحديث اكثر يسعدنا ان نستضيف الدكتوره حنان الفياض وهي الناطق الرسمي والمستشار الاعلامي لجائزه الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي وايضا عضو هيئه التدريس في جامعه قطر، في البدايه نرحب فيك في تلفزيون قطر. اهلا وسهلا فيكم حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك، بدايه دكتوره لو ايضا نعرف لو نبدا بحديثنا عن تعريف اللي هو اهميه يوم غد والذي سوف يتم اعلان اسماء الفائزين بجائزه الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي وما هي اخر استعداداتكم لهذا الحد؟ طبعا في البدايه انا احب اشكركم على هذه الاستضافه، احب اشكر تلفزيون قطر على الاهتمام الدائم بتغطيه انشطه وفعاليات جائزه الشيخ حمد. للترجمه والتفاهم الدولي وهذا يدل على يعني تشجيعكم وايمانكم برسالتها الانسانيه النبيله فشكرا لكم. هذا آه، ثانيا نعم بكره ان شاء الله باذن الله تحتفي الجائزه بتكريم المترجمين آه الذين آه تصدروا وفازوا في هذا الموسم وهو الموسم التاسع من مواسم آه الجائزه آه في تكريم بهيج يحضره عدد كبير من كبار المسؤولين وعدد من الصحفيين والاعلاميين والمثقفين والمهتمين بمجال الترجمه. يعني دكتوره ودنا نتكلم اليوم عن قيمه الجوائز اللي حاطينها لهذه الجائزه ان شاء الله بك. القيمه الماليه للترجمه عباره عن مليوني دولار امريكي تتوزع على فئات م. الترجمه وهي عباره عن فئتين فئه الكتب المفرده وفئه الانجاز. اكيد يعني يتم فرز الفائزين على مثل ما تفضلت ذكرتي على مختلف الجواز لكن لو نعرف أستاذ المشاهدين على كيف كيف تمت عملية التحكيم وأيضا فرز الأسماء المشاركة طبعا الأعمال المقدمة ترسل إلى محكمين مختصين في مجال الترجمة من أساتذة الجامعات ومن المختصين في مجال الجامعات في البداية توجد لجنة قانونية تفحص هذه الأعمال من ناحية توفر شروط الجائزه فيها، ثم بعد ذلك تدخل هذه الاسماء في قائمه طويله، بعد ذلك تدخل في قائمه قصيره، هذه القائمه القصيره تذهب الى ثلاث محكمين مختلفين لكل عمل. جميل، يعني احنا تفضلت وذكرتي الفرز المستمر لهذه المشاركات، كم بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة؟ قيمة الترشيحات الاجمالية في هذا الموسم كانت عبارة عن 272 ترشيحا. 272 ترشيح؟ نعم، توزعت على بقعة جغرافية كبيرة تصدرتها مصر ثم السعودية ثم إسبانيا ثم عدد كبير من الدول أيضا يعني ما شاء الله 272 مرشح أو شخص ما شاء الله رشح نفسهم لهذه الجائزة هذا يعتبر عدد كبير ولكن ألا هذا مثلا نقول لي أن المعايير واضحة وسهلة للجميع في أنهم يقدرون يشاركون في هذه الجائزة نبي نركز شوي على المعايير اللي تم وضعها طبعا هي معايير الجائزة معايير جادة وصارمة هي عباره عن ثلاثه معايير تقيم من خلالها الاعمال المقدمه، المعيار الاول هو قيمه العمل المترجم، المعيار الثاني هو دقه العمل المترجم، والمعيار الثالث هو سلامه العمل المترجم، ممكن اقدم تعريف بسيط عن ال 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 كل معيار، المعيار الاول قيمه العمل المترجم يقصدون في ان يكون ال العمل المترجم له اهميه في الثقافه المترجم منها واهميه في الثقافه المترجم اليها. اما دقه العمل المترجم يقصد بها الا ينح... الا تنحرف الترجمه عن روح العمل الاصلي. والمعيار الثالث سلامه العمل المترجم ويقصد بها السلامه اللغويه اجمالا السلامه الاملائيه النحويه التركيبيه الاسلوبيه ايضا. اكيد، يعني احنا اليوم نتكلم عن 272 مشارك قدموا اعمال مختلفه من اجل الفوز بهذه الجائزه، فهذا العدد خلينا نقول ينعكس على جهودكم في الفتره الماضيه بتعريفكم لجائزه الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي، شلون كان دوركم في تسليط الضوء على زياده المعرفه بهذه الجائزه واهميتها؟ شكرا لهذا الربط، طبعا الجائزه منذ انطلقت في عام 2015 حتى موسمها هذا اللي هو الموسم التاسع كل فرق الجائزة وكل الجان الجائزة تعمل دائما في حالة استنفار من أجل التعريف بالجائزة ومن أجل أيضا تعزيز مكانتها وحضورها في المشهد الثقافي العالمي وبالفعل نلاحظ في السنوات الأخيرة أن اسم الجائزة لمع في المشهد الثقافي العالمي بوصفها جسر يشجع على التواصل بين الشعوب وبين الحضارات أيضا لمع بوصفها طريقه مثاليه للمحافظه على لغتنا العربيه وعلى ثقافتنا العربيه، والذي يحضر حفل الجائزه في غدا او في اي عام من الاعوام، سيرى هذا الكلام الذي قد يبدو الان انشائيا يراه فعلا واقعيا حيا، يرى اشكال والوان واصناف مختلفه من البشر من كل الامم ومن كل الحضارات توحدهم اللغة العربية ويتغنون بالثقافة العربية وبجمالها أكيد اللغة العربية لغة القرآن وأكيد اللغة جميلة اليوم مثل هذه الزيارات اللي انتقمتوا فيها شلون ممكن نتكلم أنها أسهمت في التعريف بهذه الجائزة أكثر يعني ممكن في بعض الدول مغيبة عن موضوع الترجمة وأنتوا أكيد قمتوا بزيارات لدول كثيرة في التعريف لهذه الجائزة طبعاً إحنا موضوع الزيارات يعني قبل أن أتحدث عن نقطة إسهام الزيارة في التعريف بالجائزة من المهم أن أشرح فلسفة الجائزة في فكرة الزيارات طبعا نحن فتحنا مجال التنافس وإذا فتحنا مجال التنافس إذا نحن نريد أن نضمن أن يتقدم إلى هذا المضمار أفضل الأعمال وبذلك فان هذا السفر الى هؤلاء المترجمين يضمن لنا هذه النقطه، ليس فقط مجرد التعريف بالجائزه انما ضمان الوصول الى افضل الاعمال بحيث نضمن مستوى التنافس، هذه نقطه، النقطه الثانيه ايضا نحن يعني نسير على مبدا نبادر ولا ننتظرهم. م. لان بعض المترجمين مثل ما تعرفون بعضهم كبار في السن اساسا قضى عمره كله في عمل الترجمه. صحيح. قد يقول قائل لماذا يعني نذهب ونتكلف رحلات شاقه ونذهب اليهم؟ اليوم التقنيه تغني في الدعايات والتسويق والاعلان. لكن حقيقه بعض المترجمين ربما لا يكون متواصل جيد عبر التقنيات او لا يعرف التقنيات، بعضهم ايضا لا يهتم بالبحث عن الجوائز التي تخص الترجمه. بعضهم لا يعلم. ما هي الجوائز المطروحة في هذا المجال وبعضهم منشغل جدا في عمل الترجمة الذي هو عمل شاق فهذا يضيع عليه فرصة خوض التجربة لذلك كما قلت منذ قليل نحن نمشي على مبدأ نبادرهم ولا ننتظرهم وهذا طبعا كان له دور كبير في الأعداد اللي ذكرتها منذ قليل وأكثر منها أيضا يعني احنا اليوم نتكلم معك على موضوع الجائزة الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي في نسختها التاسعه مثل ما تفضلتي وذكرتي من 2015 تم تاسيس هذه المسابقه وهي مستمره وفي نسخ متكرره ونسخ محدثه. احنا اليوم نتكلم على النسخه العاشره واللي هي لا بتكلم معك على النسخه العاشره يعني انا شوي سبقتك بخطوه فبكره بيكون حفل الختام وتوزيع الجوائز. طبعا هناك اللجنه القائمه على هذه الجائزه تضع الخطط مسبقا من اجل تجهيز للاعلان واستقبال الطلبات في النسخ القادمه. شنو هي مخططاتكم للنسخه العاشره؟ طبعا الاعلان دائما عن لغات الموسم الذي يعقبه الخط الذي يعقبه الخطه يعني الخطه تعقب الاعلان. <applause> لا نستطيع ان نخطط الان كما ذكرت لك منذ قليل نحن عاده نصمم بعض الانشطه وبعض الفعاليات والزيارات للغات الموسم فلا نستطيع ان نخطط لهذه اللغات في هذه اللحظه انما عاده ننتظر الى الاعلان الى ان يتم الاعلان الاعلان عاده يتم في فبراير من كل عام وبعدها باذن الله تبدا تتضح خطه التعريف والتسويق وهكذا في فبراير 2024 راح يتم الاعلان عن النسخة العاشرة نعم بإذن الله إن شاء الله رسالتك اللي توجهينها الدكتورة للفائزين اللي إن شاء الله راح يتوجون بكرة وأيضا لكل من حاب أن يشارك في هذه الجائزة من الباحثين حول العالم أنا أقول يعني هنيئا لكل من ساهم أو نافس في مضمار شريف يعني مضمار يشجع على نشر السلام في الإنسانية في عالم أصبح يعني مليء بالصراعات كما ترون واقول لهؤلاء المترجمين يعني مبروك مقدما وانتم حمائم السلام التي تشرق في هذا العالم المليء للاسف بالصراعات اكيد الله يعطيك الصحه والعافيه وعساك على القوه، كل الشكر لضيفتنا الدكتوره حنان الفياض الناطق الرسمي والمستشار الاعلامي لجائزه الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي وعضو هيئه التدريس بجامعه قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم شكرا يعطيك العافيه، ما قصرتي. اذا مشاهدينا الكرام مع هذا الف... مع هذه الفقره المميزه عن جائزه الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي، خلونا الحين نروح الى تقرير فيصل. اكيد التقرير راح يسلط الضوء على منتدى الدوحه مشاهدينا الكرام حيث يعتبر احد ابرز الفعاليات الكبرى في مجال الشؤون الدوليه المعاصره حيث تصدر منتدى الدوحه منذ انطلاقته عام 2001 المشهدين الاقليمي والدولي بزخم القضايا المطروحه على اجندته. كما تفرع عن المنتدى منتدى الدوحه النسخه الشبابيه الذي اتاح الفرصه لسماع اصوات الشباب في مناقشه قضايا عالميه تغطي مجالات اساسيه. المزيد من الحديث حول هذا المنتدى خلونا نشوف معكم هذا التقرير. وسط حضور لافت من عدد كبير من زعماء وقادة الدول وصناع القرار الدوليين كان منتدى الدوحة محط أنظار العالم فالمنتدى الذي يعقد تحت عنوان معا نحو مستقبل مشترك يسعى لبناء حوار هادف وبناء إذ يجتمع في دورته الحالية أكثر من أربعة آلاف مشارك من مئة وأربعين جنسية دولة قطر دائما تسعى للحوار ودائما تسعى للحوار لمعالجة المشاكل والأزمات المختلفة وخصوصا في وضع الراهن في العالم يتطلب التعاون يتطلب الحوار هذه الأمور احنا كلها نشتغل عليها في منتدى الدوحة ونوفر البيئة المناسبة لجميع المشاركين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الخلفيات لمناقشه القضايا الرحلية. في الجلسه الافتتاحيه للمنتدى كانت الاحداث في قطاع غزه حاضره بقوه حيث اكد المشاركون فيها ان ازمه غزه اظهرت حجم الفجوه بين الشرق والغرب وكذلك ازدواجيه المعايير الدور القطري مقدر بكل معنى الكلمه واليوم نريد ان يكون لنا هذه المنابر لنقاش هذه القضايا المهمه ومنع احتكار نقاش القضايا الدوليه فقط لبعض المنابر التي اثبتت على مدار التاريخ انها متحيزه بشكل كامل للاحتلال وللاستعمار وللحصار وبالتالي منتدى الدوحه يوفر هذا الاطار البديل من اجل نقاش عقلاني متزن متساوي تكتسب اجنده ومناقشات هذه النسخه من منتدى الدوحه اهميه كبيره اذ انها وعبر مشاركه عدد كبير من الخبراء والاعلاميين والاكاديميين من جميع انحاء العالم تسلط الضوء على حل المشكلات بطرق استباقيه ممنهجه وعلى الحلول العمليه التي من شانها تحقيق الاستدامه على المدى الطويل منتدى الدوحه يعتبر من المنابر القليله في المنطقه والعالم اللي تجمع هذا الحشد الكبير سواء من صناع قرار واعلاميين وخبراء اكاديميين، بالاضافه الى فئه الشباب اللي نشهد تواجد عدد كبير منهم ومن النشطاء الشباب من مختلف دول العالم في هذه في هذه النسخه. عقدت جلسات مسائيه تمت فيها مناقشه قضايا بالغه الاهميه مثل التنميه الاقتصاديه والاستدامه البيئيه والامن الغذائي والذكاء الاصطناعي وهي النقاشات التي يسعى المنتدى من خلالها لجعل العالم مكانا متنوعا وافضل للجميع من شتى الثقافات رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا التقرير ونبدا معكم ثاني فقرات الحواريه لهذا اليوم وراح نكون معكم في جامعه قطر حيث اعاده كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه بجامعه قطر هيكلت الدراسات العليا بالكليه منذ العام الماضي لتصبح خمسه تخصصات في الماجستير بدلا من ثلاثه وخمس تخصصات في الدكتوراه بدلا من تخصص واحد سابقا هذا وقد أكدت الكلية أنه بدأ, بدأ القبول على التخصصات الجديدة من قبل طلبة الدراسات العليا المتقدمين لاستكمال الدراسة والحصول على الشهادات العليا للحديث بتفاصيل عن هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد المجالي وهو العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر حياك الله معنا يا حيا الله حياكم الله على القوه وشاكرين تلبية هذه الدعوة وجودك معنا في برنامج حبيبة. حياتنا حيا. بدايةً دكتور محمد لو نعرف سادة المشاهدين عن وراء إعادة هيكلة الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة قطر بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أشكركم على الاستضافة واجبنا وحقيقة الدراسات العليا يعني تحتاج إلى تجديد دائما وإعادة تقييم و التاسي حقيقه بالجامعات العالميه من ناحيه وهو اصلا يعني ينبغي ان يكون الانسان فضلا عن المؤسسات مطوره لنفسها. يمكنني حصر الباعث حقيقه في ثلاثه اشياء. اولا ما يسمى الجانب البحثي حقيقه، الجانب البحثي باعتبار ان جامعه قطر آه، راعت هذا الموضوع حتى تراعي ما يسمى بالتصنيفات الدوليه بشكل عام وكليه الشريعه ليست بمنأى عن بقيه كليات الجامعه فاسهمت في ذلك من ناحيه الدكتوراه على وجه التحديد فهي دكتوره بحثيه بدل ما كانت دكتوره دراسيه تقريبا نصف ساعات البرنامج 60 ساعه نصفها مقررات دراسيه ونصفها بحث فالآن أصبح تقريبا بلغة الأرقام ثلاثة أرباع وربع للدراسة فقط والجانب البحثي هو المركز عليه وهذا يعني زيادة الأبحاث المطلوبة كشرط تخرج بالنسبة للطلبة بالنسبة لطلبة الماجستير أيضا يعني هناك نوع من التفصيل أكثر لكن أيضا الجانب البحثي مراعى فيه بحيث أنه شرط تخرج وشرط تميز لأنه عندنا إحنا شرط التخرج لا يتخرج الطالب إلا ببحث منشور في مجلات معتمدة وحتى يتميز وينال جوائز إلى آخره لا بد أن ينشر بحثاً آخر ومن باب أولى إذا نشر أكثر من ذلك آه هذا الجانب الأول الجانب الثاني ما يسمى البينية في الدراسات يعني الذي دعانا حقيقة إلى إعادة الهيكلة أيضاً أن لا يبقى الطالب متقوقعا في تخصصه متخندقا فيه إنما ينفتح حقيقة على تخصصات أخرى بالذات داخل الكلية عندنا تخصصات نحن في الدراسات الشرعية يعني قد يظن بعض الناس أن الشريعة فقط يعني شيء واحد لا م. حقيقة في التفسير وعلوم القرآن في السنة النبوية في العقيدة في الأديان وحوار الحضارات في الفقه الإسلامي حتى الفقه حقيقة هو مقسم إلى إلى أبواب ومن النادر أن يلم واحد بكل هذه الأشياء لكن من باب سددوا وقاربوا فحقيقة كانت هذه الجانب البيني بالذات في الدراسات الماجستير بحيث أن بعض المقررات تنفتح على تخصصات أخرى وبذلك ينال الطالب معرفة علمية أكثر حقيقة يعني ينال مثلا طالب الأديان شيء من التفسير مثلا وعلوم القرآن ينال شيء من الفقه وأصوله كنوع من حقيقة البناء التكاملي بشخصية الطالب. يعني ال... الناحية الثالثة حقيقة اللي هي فتح التخصصات. م يعني أنا ذكرت الجانب البحثي الجانب البيني، ثم الجانب اللي هو ساعدتنا إعادة الهيكلة على أن نفتح تخصصات أخرى كنا نطمح إليها حقيقة وبالذات اللي هي السنة النبوية والحديث النبوي علوم الحديث. والعقيدة والفكر الإسلامي باعتبار هذين التخصصين أضيفا إلى ثلاثة كانت موجودة فأصبحت خمسة كما ذكر الأخ في قبل قليل والتقرير أيضا وبذلك حقيقة يصبح عندنا خمسة في اللي هم الماجستير اللي هم, اللي هم في الماجستير الفقه وأصوله الأديان وحوار الحضارات العقيدة والفكر الإسلامي التفسير وعلوم القرآن، السنة وعلوم الحديث ومثلها في الدكتوراه الدكتوره كانت يعني اسمها دكتوره الفقه واصوله فوافق مجلس امناء الجامعه على ان يعاد تسميتها الدكتوره بدكتوره الشريعه بشكل نعم. عام بخمسه تخصصات هي هذه نفسها. نفسها نعم هذه هي نعم يعني اكيد اعاده الهيكله واضافه هذه التخصصات راح يساعد بشكل كبير للطلاب اللي موجودين في الدراسات العليا شو ممكن هذه الاضافات تعزز مجال البحث العلمي لطلاب الشريعه. بارك الله فيك، انا ذكرت هذا قبل قليل من ناحيه الغايات التي كانت من وراء اعاده الهيكله. كيف يمكن ان تعزز حقيقه بالافاق التي تفتحها. يعني طالب الدراسات العليا في الدكتوراه على وجه التحديد الذي كان يدرس 30 ساعه معتمده ويدرس الرساله او الاطروحه في 30 ساعه، الان اصبحت الاطروحه 45 ساعة وأصبح عنده مطالب بالأبحاث كما قلت إذا الجانب البحثي قطعا مؤكد في إعادة الهيكلة في الدكتوراه على وجه التحديد كان مطلوبا من الطالب بحث الآن أصبح مطلوب منه على الأقل بحثين محكمين في مجلات معتمدة وإذا كانت عالمية من السكوباس وآي اس آي وويب أوف ساينس وال, وال يعني في بعض المجلات أيضا العالمية العربية فهذا حقيقة ينمي في طلبتنا هذا الجانب البحثي. ماذا يعني الجانب البحثي؟ الجانب البحثي ليس مجرد ان يكتب او يعني يبحث هكذا في نطاق ضيق، انما نحن نعني حقيقة البنية العلمية في الشخصية. الذي يكتب يطلع على المراجع والمصادر، يبحث يحقق شخصيته العلمية. لا يكون مجرد متلقي وهذا لأنه الجانب التعليمي ممتاز نحن لا لا نهمل هذا الجانب لكن الجانب البحثي حقيقة ينمي عقلية الباحث يعني في قضية تعزيز شخصيته العلمية وهذا بالذات الذي يتخرج دكتوراه وغالباً سيكون إما مدرس في جامعة إما باحث رئيسي في بعض المؤسسات العلمية يعني الباحثون عموماً وطلبة الدراسات العليا نستطيع ان نقول في الجانب الاكاديمي ولا يعني لا نزاود على بعض الاخرين في تخصصاتهم لكن هو نهل من المعرفه الشيء الكبير العظيم هو يصبح خبيرا حقيقه فنحن نعده نضعه على طريق التخصص على طريق البحث العلمي على يعني كيف يطلع على الموسوعات العلميه كيف يمكن ان ينمي شخصيته من ناحيه الثقه بالنفس يعني اكثر ما يحتاجه طالب الطالب, الطالب بشكل عام حقيقه ثقته بنفسه هذه انا عندما اذهب الى المكتبه وامسك بالكتب وعندما اجري هذه الابحاث مثلا وتكون شخصيتي نقديه وتكون شخصيتي متعمقه في قضيه ما ابحثه انا ومطلع على الدراسات السابقه وعلى التقارير كلها حقيقة هذا يعطي ثقة بالنفس ما بعدها ثقة من ناحية طبعا مع تواضع لأنه حتى لا يكون هناك شيء من الغرور أكيد الدكتور محمد يعني خلنا نقول له قرار إعادة هيكلة الدراسات العليا في كلية الشريعة طبعا مثل ما تفضلت ذكرت تم تغيير بعض الآليات في الدراسة بحيث أنه صار تركيز أكثر على البحث العلمي فأيضا هناك تماشيا الى هذه القرارات ايضا يتم مواكبه طرق التدريس وايضا المنهج الدراسي يجب ان يلائم هذه التغييرات فما هي التغييرات التي حصلت على هذا الجانب حقيقه كثيره هي لكنني اركز على بعضها اهمها كما ذكرت الجانب البحثي عندنا مثلا مقرر في الدكتوراه سيمينار هذا السمينار يعني بيني بحيث يكون الضيوف حقيقه من مؤسسات حتى لو كانت خارج نطاق الجامعه، مؤسسات طبيه، مؤسسات مصرفيه، مؤسسات اجتماعيه، مؤسسات يعني طالب الدكتوراه حقيقه ياتيه محاضرون بل حتى في الاونلاين كمان احيانا انت تلتقي مع خلينا نقول اكاديميين عالميين ومتخصصين عالميين حتى من خارج الدوله، هذا يتيح حقيقه فرصه في مجال الحوار مع متخصصين مع أشخاص حقيقة فيهم لهم خبرات يعني أناس خبراء عالميون بعض المقررات التي تتعلق بالدكتوراه أصبحت بينية بحتة يعني مثلا يدرسها ثلاثة من الأساتذة وليس أستاذا واحدا إنما يدرسها ثلاثة من تخصصات مختلفة ربما أنتم جربتم التعليم يعني تخيل أنك في مقرر يدخل عليك ثلاثة ليس في نفس الوقت إنما واحد يعطيك معرفة من جانب والآخر يعطيك معرفة من جانب آخر لكن تتكامل مع بعضها البعض بالإضافة إلى المقررات التخصصية في الجانب الدراسات العليا نحن لا نريد الطالب مجرد متلق إنما كما قلت قبل قليل يعني نريده حتى محاضرا يعني هو محور العملية التعليمية ما الذي يمنع أن, أن يعني نحن حتى في مناقشه ابحاثنا نجعلهم هم يناقشون بعضهم بعض ويتقمصون حتى مساله المناقشات العلنيه مناقشه الدكتوراه او مناقشه الماجستير حقيقه نعطيهم ثقه نعطيهم شيء من التدريب نعطيهم أيضا نعم. شيء من أين مواضع الخلل ليتعمقوا فيها ويتخصصوا نعم أكيد الحديث شيق ومبارك لكم إعادة الهيكلة هذه الله تكون في تخصصات أخرى أكثر من خلال الدراسات العليا بكلية الشريعة كل شكر لك دكتور محمد المجالي وأنت العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر يعطيك الله العافية الله يحفظكم شكرا آه الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام من بعد هذه الفقرة الحوارية الثانية راح ننتقل معكم إلى فاصل قصير ولنعود نستكمل برنامج حياتنا خلكم قراب. حياكم الله مشاهدينا الكرام والى اخر فقراتنا الحواريه حيث اسدل الستار على فعاليات الجهاز الشبابي بنادي معيذر والذي نظمه النادي تحت اشراف وزاره الرياضه والشباب والعديد من الجهات الاخرى حيث حققت فعاليات الجهاز الشبابي نجاحا كبيرا تمثل في الاقبال الكبير من قبل المشاركين من مختلف الاعمار. اكيد مشاهدينا الكرام وشملت الفعاليات النواحي التعليميه والثقافيه والرياضيه والتفاعليه تحت إشراف كوكبة من المدربين المحترفين المتخصصين في كافة المجالات والحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف السيد محسن عباد العجي رئيس الجهاز الشبابي بنادي معيذر الرياضي شاكرين تلبية هذه الدعوه وجودك معنا في برنامج حياه. حياكم الله اهلا وسهلا يا مرحبا بكم. يعني اخوي محسن الجهاز الشبابي في نادي معيد الرياضي دائما تكون لنا استضافات معاكم ودائما نتكلم عن برامجكم القيمه اللي تقدمونها للطلاب والشباب. خلنا اليوم نتكلم عن ختام فعاليات الفصل الدراسي للجهاز الشبابي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. آه بادئ ذي بدء آه نبدا اولا بالدعاء لاخواننا في غزه نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربهم آمين. وان ييسر امورهم آمين وندعو الج... آمين. وندعو اخواننا المشاهدين جميعا بان يتواصل الدعاء لهم بالتوفيق وان يحفظهم الله من كل سوء امين آه الحمد لله رب العالمين انتهى الفصل الدراسي الاول نحن برامجنا مرتبطه دوما بالعام الدراسي فمجرد انتهاء الفصل الاول نكون انتهينا من الشطر الاول من العام الدراسي وانتهينا من الشطر الاول ايضا من البرامج اللي يقدمها الجهاز الشبابي نادي بعيده هذا الفصل من نهايه الصيف الماضي الى الان كان هنالك العديد من الفعاليات اللي استطعنا من خلالها تنميه مواهب الشباب والسعي نحو ملء اوقاتهم بما يفيدهم يفيدهم في بلادهم وفي دنياهم وفي اخراهم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني تفضلت ذكرت من انتهاء من الشطر الاول نعم. ففي الشطر الاول يمكن حمل في طيات العديد من الفعاليات نعم. لو نعرف صاد المشاهدين على ابرز الفعاليات طبعا الان ساتكلم ان شاء الله عن محورين المحور الاول اللي هو البرنامج الاسبوعي نحن لدينا يومين في الاسبوع يوم الاحد بالنسبه للفتيه اللي هم الاعمار من الصف الخامس الى اول اعدادي وعندنا يوم الاربعاء بفئه الشباب من ثاني اعدادي الى ثالث ثانوي <applause> فهذا البرنامج متواصل اسبوعيا لا يتوقف نهائيا الا في حاله الاختبارات فقط أكيد. مراعاه للطلاب ويعني تشجيعا لهم بحيث النتائج طيبه تكون لهم في الدراسه هذا البرنامج الاول الثابت لكن هنالك اربع برامج رئيسيه ما شاء الله. تم اعطائها للشباب خلال هذه الفتره خلال الثلاثه شهور الماضيه طبعا البرنامج الاول كان عندنا معسكر تنشيط الشباب الاول زين اقيم لمده ثمانيه ايام بالمملكه العربيه السعوديه ما شاء الله. شارك فيه 39 من الشباب والمشرفين ما شاء الله. آه كان الهدف من هذا البرنامج يعني نعلم الشباب شلون يعيشون حياتهم بعيدا عن اهاليهم بعيدا عن والدته بعيدا عن النفس اعتماد على النفس نعم يعني حتى في هذا البرامج بالذات تصل فيني ولي امر يقول انا ولدي ما يعرف يكوي ثيابه ما يعرف يدبر اموره قلت له ما عليه خليه يجي بس يتعلم. أه بيتعلم بيتعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النعم لا تدوم واكبر مثال ما نراه لاخواننا يعني في غزه عموما هو الهدف من هذا المعسكر نعايش الطلاب نعلمهم شلون يعيشون حياتهم بعيدا عن وسائل المساعده التي تكون حولهم بالاضافه الى مدهم بالبرامج التربويه والبرامج القياديه. هذا الشيء الاول، الشيء الثاني اللي اقمناه الملتقى السنوي هذه عاده حسنه ان شاء الله بدينا فيها في الجهاز الشبابي، ملتقى ش... ملتقى سنوي للشباب او ملتقى سنوي لانجازات الجهاز الشبابي يكون في يوم في السنه. ل... نحاول ان نبتعد عن الاحتفالات المتكرره للجهاز. فاخترنا يوم هو عزيز على قلوبنا جميعا في قطر اللي هو يوم 3 سبتمبر. 3 سبتمبر اللي هو يوم الاستقلال، يوم استقلال بلادنا الحبيبه. ف 3 سبتمبر من كل عام خلاص احنا ما عندنا حفل الا في 3 سبتمبر. مم. نجمع فيه كل انجازات الجهاز خلال آه خلال العام آه الدراسي او خلال العام السنه يعني سواء العام الدراسي او الصيف او الربيع او ايا كان. هذا الشيء، الشيء الثالث اعوذ بالله الرجيم، اقمنا دوره آه است... اقتبسنا عنوانها من احدى الحملات القيميه اللي اقيمت في قطر. فاز من حياته انجاز. علمنا فيها الشباب كيف يقوم كيف يقومون بشكل مبسط جدا باداره المشاريع. أه لماذا نقوم بالمشاريع؟ أه ما الهدف من اقامه المشاريع؟ وش بيكون دوري في المشروع؟ شلون اوزع فريق العمل في المشروع؟ اعطي كل واحد مهمته. كان مده ساعه لكنها كانت ساعه مركزه في نهايه في نهايه هذا هذه الدوره قسمنا ثلاث فرق وكل فريق اعطيناه مهمه. انت عليك حفل ختامي المركز الصيفي او المدرسه، انت عليك عرس، انت عليك شيء ثالث. فكل مجموعه تبدا بكيف تنجز هذه المهمه بالشكل السليم. فهذه نبذه بسيطه عن اكيد وقلت. يعني يمكن اليوم نتكلم عن فعاليات المركز الشبابي في نادي معيذة والجهاز الشبابي. اليوم اللي حاب انه يسجل معاكم احنا يمكن كانت لنا لقاءات سابقه ما شاء الله العدد كبير عندكم في الجهاز الشبابي ولكن هل بين فتره وفتره يتم استقبال طلاب جدد معاكم في المركز؟ هو بفضل الله الاقبال كبير جدا ولكن لا زلنا نعاني من نفس النقطه اللي ذكرناها في الحوار الماضي موضوع المقر لا زالت مشكله المقر مشكله كبيره جدا اقبال الناس كبير الطلاب اللي يجونا بعد انتهاء المركز الصيفي عندنا 60 طالب متميز، لكن لم نستطيع احتوائهم من خلال برامج النادي، لماذا؟ لا يوجد مقر. طيب ايش الحل؟ عندنا حلول كثيره، نستطيع ان نتعاون مع وزاره التربيه والتعليم بحيث ان يكون الجهاز الشبابي موجود داخل المدرسه صحيح. اللي حولنا المدارس اللي حولنا، مدرسه المانع جنب النادي، مدرسه الامام الشافعي جنب النادي، نستطيع الاستفاده من هذه الامكانيات في الفتره المسائيه. صحيح. يعني الان حاليا عدد الطلاب تجاوز السبعين. مقسمينهم بين فتية وبين بين فتية وبين شباب سبب فصلنا يعني كان من قبل يوم واحد سبب الفصل باليومين زيادة العدد ما نقدر نسيطر لازم يكون في كنترول كل ما قل العدد كل ما زادت الجودة صحيح. كل ما قل العدد كل ما استطعنا نغذي الشباب بالأشياء اللي تعينهم من مهارات ومن أمور كثيرة تنفعهم في دنياهم <applause> فمشكلتنا الأساسية المقر باذن الله تنحل هذه شرم. المشكله هذا نداء الى سعاده الوزير ولا مدير اداره الشؤون الشبابيه شرم. لايجاد حل هذه المشكله الكبيره الله. اذا ننتقل الى تفضلت ذكرت الفتيه والشباب لكن ماذا عن نصيب الفتيات فهل لهم نصيب في هذا المركز منذ تاسيس الجهاز الشبابي منذ اول لقاء مع سعاده الوزير بغانم الله يذكره بالخير تطرقنا لهذه النقطه هل سيكون هنالك قسم نسائي للجهاز الشبابي كتب العكس احنا نتكلم عن نصف المجتمع و... النص المجتمع اللي يجيب النص الثاني صحيح. فقلنا هذا نقطه مهمه جدا احتواء الفتيات ايجاد بيئه امنه لهم توعيتهم تنميه مهاراتهم لكن رج... نرجع للنقطه الماضيه المقر بسبب المقر بسبب <applause> المقر المقر مشكله كبيره الى إلا الان يعني الان قاربنا بعد شهرين بننهي من, نهي من نهي سنتين من عمر الجهاز الشبابي لم نبدا النشاط النسائي يعني لماذا لم نبدا النشاط النسائي مشكله المقر ما نقدر نقول حق فتيات المنطقة تعالوا النادي والنادي مليء بالشباب صعبة جدا يعني بإذن لا ديننا ولا عاداتنا تسمح بذلك أي أكيد إيه؟ بإذن الله لقاءنا الجاي يكون عندكم مقر خاص فيكم إن شاء أسأل الله, الله ويتقيمون في, في كل فعاليات الله كل الشكر لك سيد محسن عباد العجي وأنت رئيس الجهاز الشبابي بنادي معيذر الرياضي يعطيك العافية وموفقين إن شاء الله في برامجكم جزاكم الله خير وتقدم بالشكر لكم وتقدم بالشكر لجميع من يساهم في خدمة بلادنا وخدمة شبابنا بالذات لكم مشاهدينا الكرام بهذه ختام هذه الفقره وصلنا معكم الى ختام حلقتنا من برنامج حياتنا الوعد راح يتجدد متى يا عبد الوعد بكره ان شاء الله في الساعه السابعه مساء الى الساعه الثامنه ان شاء الله نشوفكم على خير مع السلامه. في الله.